بمناسبة ذكرى 17 إذن لتأسيس هيئة علماء المسلمين في العراق، يسرنا أن يكون معنا هاتفيا دكتور من إسطنبول دكتور يحيى الطائي. مرحبا بكم دكتور يحيى. حياكم الله أخي الكريم. وحياك. إذن في الذكرى 17 لتأسيس هيئة علماء المسلمين في العراق، هل تعتقد دكتور يحيى أن الهيئة أنجزت أو استطاعت في هذه المرحلة تأدية المهمة التي قامت من أجلها، وهي التصدي السياسي والفكري للغزو الأمريكي وعملياته السياسية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة سؤال مهم جدا في هذا الإطار، أنه هل فعلا حققت الهيئة ما كانت تريده من خلال تأسيسها ومن خلال مشروعها الذي بدأ منذ عام 2003؟ أخي الكريم، الحمد لله والشكر، يعني نحن نستطيع أن نقول أنه حققنا الكثير في هذا المجال. المسألة الأولى التي تم تحقيقها هي إعادة الوعي للشعب العراقي. نحن منذ عام 2003 كنا نؤكد على وحدة العراق وعلى المشروع الوطني للعراق، وكنا دائما نتكلم بنهج يخدم مصلحة العراق ويحافظ على العراق وعلى نسيجه الاجتماعي وعلى ثرواته. الآن بعد مرور هذه السنوات، وكنا نحذر أيضا من العملية السياسية ومن مخرجاتها، وأن مشروع الاحتلال لن ينجح في العراق ولن ينجح في إقامة دولة كما يزعمون، دولة ديمقراطية. وكنا منذ البداية شخصنا هذا الخلل. الآن بعد مرور هذه السنوات نجد أن حتى الكتل السياسية نفسها الآن التي هم شاركوا في العملية السياسية والذي أنشأوا الدستور الأعرج، هم الآن يعترفون بفشل العملية السياسية، هم يعترفون بأن مخرجات العملية السياسية كانت دمار على العراق. والآن المواطن العادي بدأ لا تنطلي عليه أكاذيب الطبقة السياسية، وبدأ يشعر المواطن العراقي أنه فقد كل شيء بعد أن يعني قسم منهم انخدع بالسياسيين وبالأحزاب الموجودة في السلطة. الآن المواطن العراقي عاد إلى نفس النقطة التي أكدت عليها منذ عام 2003. هذا بحد ذاته انتصار لقضية الهيئة في أنها هي للعراق وللعراقيين، وأن الجامع للعراقيين هو المشروع الوطني ورفض الاحتلال ورفض مشاريع الاحتلال التي لم تأتي بخير لهذا الوطن. فبالتالي عندما نصل إلى هذه النتيجة ونحن استشرفنا هذا منذ عام 2003، هذا بحد ذاته إنجاز، لأنه عاد المواطن وعاد الجميع إلى المشروع الذي نادينا به منذ عام 2003. خصوصا دكتور يحيى في هتافات وشعارات ثورة تشرين المستمرة التي لا تزال مستمرة، كيف ساهم هذا الخطاب السياسي والإعلامي لهيئة علماء المسلمين في تصاعد الحس الوطني المجتمعي وانعكس بدوره في هتافات ثوار تشرين؟ نعم أخي الكريم، هذا واضح جدا. الآن مستوى الوعي عند الشارع العراقي، وهذه يمكن أول مرة تحصل في العالم، بأنه مستوى الوعي عند المواطن العادي هو أرقى من مستوى الوعي عند الطبقة السياسية المتحكمة بالمشهد السياسي في العراق. فأصبح المواطن العادي هو يعرف ما هي نتائج هذه العملية السياسية وما هي مخرجاته، وبدأ يرفض كل هذه الوجوه التي جاء بها الاحتلال والتي جاءت مع الاحتلال والتي نفذت مشروع الاحتلال. هذا بحد ذاته يشكل نصرا فكريا ونصرا بأننا أعدنا الهوية العراقية إلى هذا البلد، وأعدنا هذا الوعي إلى هذا المواطن، بحيث أصبح هو ينادي بما كنا ننادي به منذ عام 2003. فهذا بحد ذاته إنجازا كبيرا في هذه المرحلة. والمرحلة المقبلة دكتور يحيى، هل تعتقدون في هيئة علماء المسلمين أن رهانكم على هذا الوعي الوطني العراقي بعد غزو عام 2003 ويعني النجاح في ذلك، هل تعولون على هذا الوعي أنه ما زال قائما وهو المعول عليه ليكون منصة الشروع في إنقاذ العراق في المرحلة المقبلة؟ بالتأكيد أخي الكريم، أولا إرادة الشعوب لا تكسر،
مهما حاولوا قمعها، مهما حاولوا يعني بشتى الطرق إيقاف هذا المد القوي من الجماهير، لن يستطيعوا. إذا ممكن حجموا اليوم أو غدا، لكن لن يستطيعوا على المدار. إرادة الشعوب لا تكسر. هذا المشروع بفضل الله تبارك وتعالى أخذ منحا آخر. الآن لا تستطيع كل هذه القوى أن تسكت صوت الشارع العراقي، أن تسكت المواطن العراقي. بفضل الله تبارك ونحن سائرون في هذا المنهج إن شاء الله، وندعم كل جهد مخلص، ندعم كل جهد مخلص من هذه التظاهرات من أجل أن تصل إلى أملها المنشود بعراق حر مستقل وينعم فيه كل المواطنين بالأمن والأمان والاستقرار. نعم، شكرا جزيلا لك. إذن مساعد الأمين العام في هيئة علماء المسلمين للشؤون العامة من اسطنبول هاتفيا دكتور يحيى الطاهي.